تفضل تفضلوا يا عمر يا داودي بسرعه يا اولاد. المركز هيا يا عمر. المركز الاول ولا المركز الثاني؟ نبدا باي معالي المدير. المركز الأول الطالب سعود صالح الصيعري من كلية الهندسة، وحصل على أعلى درجة في النشاط والتصوير. كما يحصل على جائزة سيارة صني مقدمة من شركة نيسان. رعى هذه المسابقة كل من مؤسسة خوارزم العلمية كراعي رسمي، وشركة نيسان، مجموعة الدار البيضاء، مؤسسة وليد أبو الجدايل، إليت للحفلات الخارجية، مؤسسة عقاد للصحافة والنشر كراعي إعلامي. من جامعة الملك عبد العزيز. مسابقة المسيرة بين الكليات، يتقدم عمداء الكليات الفائزة، يتقدم عمداء الكليات الفائزة لاستلام الدروع. المركز الثالث كلية الطب. المركز الثاني جائزتها 5000 ريال، حصلت عليها كلية الاقتصاد والإدارة. المركز الأول وجائزته المالية 7000 ريال. سبعة آلاف ريال والمركز الأول. الأول كلية الآداب والعلوم الإنسانية. عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية لاستلام شيك المركز الأول وجائزة 7000 ريال. المؤسسات الراعية لمسابقات ثمار العقول ومسابقة ثمار العقول ونجم الجامعة، السادة خوارزم العلمية، شركة نيسان، مجموعة الدار البيضاء، مؤسسة وليد أبو الجدايل، إليت للحفلات الخارجية، مؤسسة عكاظ للنشر والتوزيع، وهدايا تذكارية. مسابقة الحصاد السنوية، مؤسسة لما للدعاية والإعلان، مندوب المؤسسة لاستلام الدرع، مؤسسة الميرابي، مؤسسة الحداد للاتصالات. على الروضة مش حفل قدم يستاهل.